باقي واصل تعود على الجهة اليمنى، يفتح اللعب للقجع، لقجع يوزع أما أنه يراوغ يتوغل يدخل، ولكن الدفاع لا مازال يحتفظ بها. قانون وغض النظر عن أشياء ربما وأخرى من هذا القبيل. في هذه اللحظات أعطي ميليمترية ورايعة وممتازة، والرأسية المتابعة الرأسية لم تكن. اللاطي وليد يخرج هذه الكرة باتجاه حراك شمس الدين، ولكنه يسترجعها ويضيعها بسرعة. كم يمنح الدين وزايدة يعني العملية اللي قام بها عبد النور في الكرة الأخيرة. وهذه كم من الكرات الضايعة الأولى تاع اللاعب علاتي إلى زملائه داخل هذه الكرة. ما زال الخطر هو كانت بشوف يعني كانت ممتازة لو لمسها يوسفي كانت عودة زعلاني. زعلاني هي التي موجودة. هاي الكرة الثابتة من الهدف الأول، والهدف الأول عن طريق عبيد محمد أمين. الكرة الثابتة أصبحت متحرر بالنسبة لأشبال هذا المدرب اللافان. المحاولة الأولى من حسين بن عيادة، هاي الكرة صعد براسه سامي زعلاني، رد المدافع وجدت الهداف عبيد، منح التقدم لفريقه في وقت حساس وفي وقت ممتاز في حلول هذه الدقيقة 74. ينتظر في زميله بالقاسمي يلعب براحة. جميلة 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 وما أروع ما أخرى لصالح النصرية. هل سيتسدد؟ هاي جميلة باتجاه يا عيش يا عيش، يوزعها رحماني. الكرة الثانية أي فوز للنصرية اللي سياسي